السلام عليكم. سؤال أوجه للجهات الدينية أولا، اثنين للبرلمانيين وأهل المناصب، رئيس وزراء، رئيس جمهورية، رئيس القضاء الأعلى، كل من إلى كلام بالدولة، إلى وجود بالمجتمع. أقول هاي الحالة والمجتمع العراقي اليوم والوضعية البيل بالناصرية والنجف والكوت وكل مكان، هاي المظاهرات المستمرة من 2003 لليوم، مش عجب لا سويتوا لها حد، لا واحد حكى بيها. هسا هم تعرضت إلى سؤال، يعني مثلا يقولوا لي أنت يا همارتك، أنا يا همارتي، أنا أقول الدستور العراقي يقول الشعب مصدر السلطات، وأنا فرد من أبناء الشعب، وأنا أتحمس أكثر من غيري على الوضع بالبلد. أقول إيش معنى هذا المظاهرات هاي؟ ليش؟ إيش معنى هذا البلد خيراته لحد الآن ما تطعمنا بيها ولا ضقناها؟ إحنا ما مضايقين من الأخوة اللبنانيين ونخليهم بعيوننا قبل بيوتنا وبقلوبنا قبل بيوتنا، ولكن ليش هالتفرقة هاي؟ خير البلد، أهل البلد كاتلهم الجوع وعايشين على الزبايل، وأنتم برفاه وبيوت بالخارج وأرقى السيارات والموديلات وهاي البنايات الراقية الفلل، ليش يعني؟ وين ادعاكم؟ أنتم جيتوا عن طريق الدين، وتالي الدين لأنه الدين أحسن وسيلة لإغراء الإنسان ولجلب الإنسان ولقشمرة الإنسان، فأنتم عن طريق الدين جيتوا، واللي عن طريق الدين لازم يصدق مع الدين، مع رب الدين، مع معلم الدين محمد، مع علي بن أبي طالب اللي تتوجحون به بكل وقت وكل ساعة. ليش أقول هالوضعية هاي بالعراق؟ شيء صعب. طلباتهم شنو ذول الناس اللي تطلع مظاهرات يومية ببغداد وبالبصرة وبكل المحافظات؟ شنو ذنب هاي الناس؟ إراقة الدماء هاي اللي قاعد تصير، الله ما تخافون، ما تحاسبون علي، أنتم اللي بمصدر الحكم، اللي أصحاب القرار، اللي أصحاب الكلمة المسموعة. ليش يعني؟ ليش هذا الشعب تايه ظالين تتبجحون احنا اهل الحضارات؟ يا حضارة بسبع ملايين، يا حضارة قلوا لي، يا حضارة تتبجحون بثورة العشرين؟ يا ثورة العشرين، ثورة العشرين نتائجها اللي حققتوها من ثورة العشرين، جبتوا ملك فيصل من خارج البلد، هذه الزبدة اللي خلصناها من ثورة العشرين وتتعاركون عليها أهل الجنوب الغربية. ثورة العشرين ثورة عامة بالعراق، وإلهم شرف اللي وقفوا وحاربوا ضد الإنجليز، بس النتيجة الناتج الحاصل ما اتفقوا على استلام السلطة، جاهدوا وأطوا شهداء وأطوا شيء وجابونا من غير بلد اللي يحكمنا. ليش هالبلد هذا دائما للغريب؟ ليش يعني ما بي رجال، ما بي قادة؟ انتم اذا ما تقدرون على ادارة البلد كلكم بمحتواكم واخروا، والاستقالة شجاعة، شنو ذنبها هاي العالم؟ لا امان، لا استقرار، لا حقوق، ومظاهرات مستمرة، وناس عايشة على الزبايل، وناس عايشة في جنات النعيم. هاي الله يقبلها، هو هذا اللي اجى من اجل الحسين اللي تطمون عليه شهرين، هاي اللي اجى من اجلها علي بن ابي طالب، هاي اللي اجالها رسول الله معلم الانسانية. اني بالنيابة عن الشعب اقول الا من مجيب يجيبنا، الا من ناصر ينصرنا، الا من رجل شجاع ديني سياسي ويوقف لهذا الشعب ويقول شنو هاي المظاهرات، شنو هالفقور، شنو هالاستهتار من قبل بعض المسؤولين مناصبهم؟ يعني الى متى المظاهرات؟ الى متى؟ بلد
دوم مظاهرات، يعني ماكو حلول، مو قدها واخروا واخروا. احنا ما نتحمل، احنا كل احنا وان تعددت الالقاب فكلكم لادم ادم من تراب، كل احنا قرايب وكل احنا اخوان وكل احنا ولد بلد واحد ولد دين واحد. يعني اللي ما يهتم بامور المسلمين ليس بمسلم. احنا من هذا الباب ومن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اللي يجبرنا انه نحكي. وبلدنا بلدنا البلد عزيز اعز من الابن والاخ والاب. يعني من يدافع عنه؟ هالسكتة هاي ليش؟ هالدمار هذا بالبلد ليش؟ ماكو شريف اللي يطلع يدافع عن الشعب ويدافع عن الوطن بنفس الوقت. تتحملون مسؤولية أمام الله ويطول وقوفكم أمام الله سواء كنتم أنتم رجال الدين أو كنتم السياسيين. وغير هاي ما نقلكم، ما نطيل بالكلام. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.